وفي إطار متابعتنا اليومية هنروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل نتابع مع تطورات وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من العريش. صباح الفل عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير عليك يا مصطفى، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان وكل عام وانتم بخير طبعا. وبنتمنى ان شاء الله يعني ان تحل بركه العيد وكل الامنيات والدعوات على الاهالي في قطاع غزه ويعم الامن والسلام على كل أرض فلسطين. لازلنا بنتابع معاكم طبعا الخدمات اللي بتقدم من قبل السلطات المصرية لكل الأشقاء الفلسطينيين، ولكن احنا متواجدين من إحدى نقاط الخدمات اللي بتقدم ليهم، عمارات السبيل. عمارات السبيل هي العمارات اللي خصصت للمرافقين للمصابين وأيضا العالقين، واللي الحقيقة بيتم ليهم تقديم الخدمات بشكل يومي سواء من حيث الإقامة أو تقديم كمان المواد الغذائية المختلفة. ده طبعا بالتوازي مع الخدمات الإنسانية اللي بتقدم للأشقاء من خلال المساعدات الإنسانية اللي بيتم إرسالها للأشقاء داخل قطاع غزة. ويمكن النهاردة وإحنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك لازالت مصر بتقوم بتكثيف جهودها في تجهيز كل المساعدات الإنسانية وإرسالها للأشقاء من خلال منفذ كرم أبو سالم. يعني إحنا بنتكلم النهاردة تحديدا في ما يقرب من 90 شاحنة دخلوا حتى هذه اللحظة لمنفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة، بالإضافة إلى 4 شاحنات الوقود وتحديدا الغاز. ويمكن شاحنات الوقود هي المهمة في هذه الأيام طبعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع الصحي والتشغيل المولدات الكهربائية داخل المستشفيات. خلينا أقول لك كمان أنه يوميا بيتم تجهيز عدد كبير من الشاحنات، احنا بنتكلم على آلاف الشاحنات اللي موجودة أمام بوابة معبر رفح البري، بالإضافة إلى الشاحنات اللي موجودة طبعا في مدينة العريش. لكن بالأمس كان يوم السبت طبعا أجازة رسمية لدى المنفذ الإسرائيلي، فبالتالي لم يتم دخول اي من المساعدات. ويمكن احنا لازلنا بنتابع الاجراءات التعسفيه اللي بيقدمها الاحتلال الاسرائيلي في مساله يعني عدم دخول اكبر عدد من المساعدات الانسانيه، على الرغم ان مصر بتجهز المئات من الشاحنات يوميا. خلال الايام الماضيه يعني عدد المساعدات يمكن اللي دخل واستقبلته القوات الاسرائيليه هو كان قليل للغايه، لكن مع ذلك مصر بتواصل كل الجهود. يمكن التطور النهارده ان الجيش الاسرائيلي كمان اعلن عن يعني هدنة تكتيكية في قطاع غزة، في جنوب قطاع غزة وأيضا في مدينة رفح الفلسطينية للدخول المساعدات من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء لتمكين دخول أكبر عدد من المساعدات. فطبعا يعني أكيد هنتابع هذا التطور إذا كان هيتم هدوء العمليات داخل مدينة رفح الفلسطينية ودخول أكبر عدد من المساعدات. وبالتأكيد يعني الجهود المصرية متواصلة فيما يتعلق بالوساطة المصرية للعودة للمسار التفاوضي ووقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزه. دي الصوره وبرجع لكم في الاستوديو مره ثانيه بسنت ومصطفى. شكرا لك يا محمود. محمود جميل موفد التلفزيون المصري للعريش.